انسان كان يذنب ذنوبا كثيره ومنها اخذ اموال الناس بدون حق، وقد تاب من جميع الذنوب الا اموال الناس حيث انه فقير لا يستطيع اداءها، ماذا يعمل؟ واجب عليه ان يستحل له منها جزء، يستحل ويأخذ من المصالح التي يرد عليها المعصيه، فاذا علم الله بالصدق انتشر عنه مقصودا، ان اذا كان عنده اموال الناس عجز عن صرفها فالواجب عليه ان يتوب الى الله من ذنبه الصادقه، وان يعزم على ردها اليهم، وان يجتهد في طلبهم السماح اذا قدر على ذلك لعلهم يسمحون، فان لم يسمحوا فليجتهد حتى يوفيهم، فان لم يوفي نوفى الله عنه يوم القيامه إذا صدق في ذلك، فعليه يجتهد ويوفي ما تيسر من ذلك ويعمل ما يستطيع من الأعمال التي يرد بها المال حتى يبلغ وسعه في ذلك، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم.